بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. ليصلك كل جديد حول مدرستنا عبر اليوتيوب، اضغط زر الاشتراك أسفل الفيديو وفعل الجرس. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درساً جديداً. أهداف درس اليوم: من المتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن يقدر ناتج جمع الكسور العشرية بطريقة صحيحة. يقدر ناتج طرح الكسور العشرية بطريقة صحيحة. لمعرفة طريقة الحل، قرب كل عدد مضاف إلى أقرب 100. العدد الأول هو 237 صحيح وخمسة أجزاء من 10، ومنزلة المئات المراد التقريب إليها بها الرقم 2، وعلى يمينها الرقم 3، لا يزيد الاثنان، فيكون ناتج التقريب إلى أقرب 100 هو 200. والعدد الثاني 345 صحيح وواحد من عشرة، والمنزلة المراد التقريب إليها وهي منزلة المئات بها الرقم 3 وبجوارها الرقم 4، لا يزيد الثلاثة، فيكون ناتج التقريب هو 300. إذا ناتج الجمع 200 زائد 300 فيكون 500. يبقى إذا ناتج الجمع 237 صحيح وخمسة أجزاء من عشرة زائد 345 صحيح وجزء من عشرة يساوي 500 تقريبا. أو بطريقة أخرى، عوض بالأعداد المتناغمة: العدد الأولاني هو 237 وخمسة أجزاء من عشرة قريب إلى 250، والعدد الثاني هو 345 صحيح وجزء من عشرة قريب إلى 350، فيكون ناتج الجمع 600. إذا 237 صحيح وخمسة أجزاء من عشرة زائد 345 صحيح وجزء من عشرة يساوي 600 تقريبا. مثال آخر: يمكنك تقدير ناتج الطرح. قدر 22 صحيح وثمانية أجزاء من عشرة ناقص 13 صحيح وتسعة أجزاء من عشرة. قرب كل عدد إلى أقرب عدد كلي. عند تقريب 22 صحيح وثمانية أجزاء من عشرة إلى أقرب عدد كلي فتصبح 23، وعند تقريب 13 صحيح وتسعة أجزاء من عشرة إلى أقرب عدد كلي فتصبح 14، فيكون ناتج طرح 23 ناقص 14 هو 9. إذا 22 صحيح وثمانية أجزاء من عشرة ناقص 13 صحيح وتسعة أجزاء من عشرة يساوي 9 تقريبا. طريقة أخرى، عوض بالأعداد المتناغمة: 22 صحيح وثمانية أجزاء من عشرة ناقص 13 صحيح وتسعة أجزاء من عشرة، فتكون الأعداد المتناغمة لهما هما 25 و15، فيكون ناتج طرح 25 ناقص 15 10. إذا 22 وثمانية أجزاء من عشرة ناقص 13 صحيح وتسعة أجزاء من عشرة يساوي 10 تقريبا. قدر ناتج الجمع أو الطرح. السؤال الأول: 49 زائد 22 صحيح و 88 من 100. كلمة قدر يا أبطال، نشوف قدر في رأس السؤال، يبقى لازم نقرب. كلمة قدر يبقى لازم نقرب. العدد الأولاني ينفع نقربه لإيه؟ يتقرب للعشرات. والعدد الثاني لازم يتقرب للعشرات، هو الاخر نفس الكلام، لان الاولاني يتقرب للعشرات فالثاني يتقرب للايه؟ للعشرات. فيكون تقريب العددان هو 49 لما نقربها للعشرات، برافو عليكم، يبقى 50. والعدد الثاني لما نقربه للعشرات يستوي كام يا ابطال؟ 20. فيكون الناتج الجمع بعد التقريب هو 70. ممتازين يا ابطال. السؤال الثاني: 86 صحيح وتسعة أجزاء من عشرة ناقص 18. العدد الثاني لما نقربه، لأنه قال لي قدر برضه، نقربه لإيه؟ لأقرب عشرة. يبقى لازم نقرب الأولاني لأقرب عشرة.
طب لما نقرب الثاني الاقرب 10 هيستوي ايه والاولاني يستوي ايه يا ابطال؟ برافو، ممتازين، احسنتم. العدد الاولاني يستوي لما نقربه الاقرب 10. ممتاز يا بطل، احسنت. يتقرب بس الستة تزيد الثمانية يستوي كام؟ 90. والعدد الثاني يستوي ايه يا ابطال؟ الثمانية يزيد الواحد يستوي ايه يا ابطال؟ يستوي ايه؟ 20. فيكون ناتج الطرح هو 70. برافو يا ابطال، ممتازين. قدر ناتج الجمع او الطرح. السؤال الثالث، 179 زائد 277 صحيح وواحد من عشرة. أفضل شيء هنا يا أبطال نقرب لأقرب إيه؟ أحسنت يا بطل، زي المثال المحلول نقرب لأقرب 100، فيكون 179 لما قربها لأقرب 100 تستوي كام؟ ممتازين، أحسنتم. تستوي إيش يا أبطال؟ برافو يا بطل، تستوي 200. طب وال 277 صحيح وواحد من عشرة لما نقربها لأقرب 100 تستوي كام؟ أحسنت يا بطل، تستوي 300. فيكون ناتج الجمع بعد التقريب هو كام؟ 500. السؤال الرابع، 23 صحيح و2 من عشرة ناقص 9 صحيح و71 من ايه؟ من 100. افضل شيء في العدد الثاني للتقريب يتقرب لاقرب ايه؟ برافو، عدد كلي. يبقى لازم الاولاني نقربه لاقرب عدد كلي. طب لما نقرب الاولاني لاقرب عدد كلي يستوي ايش يا ابطال؟ ممتاز يا بطل، احسنت. لما نقرب الاولاني لاقرب عدد كلي يبقى يكون ايه؟ 23. والثاني لاقرب عدد كلي يستوي كام؟ احسنت، يستوي 10. ويكون ناتج الطرح هو ايه؟ 13. قدر ناتج الجمع او الطرح. السؤال الخامس، 38 صحيح و9 اجزاء من 10 ناقص 21 صحيح و4 اجزاء من 10. افضل شيء يا ابطال للتقريب هنا العددان دولت. برافو يا بطل، ممتاز. ممكن اقرب هنا اهوت لايه؟ لاقرب عدد كلي. ممكن اقرب لاقرب ايه؟ 10. اي زي ما تحب، بالطريقه اللي تريحك يا بطل. ها، مين يشارك معايا؟ هيبقى التقريب ايه يا ابطال؟ برافو، ممتاز جدا. بنقرب لاقرب عدد كلي، العدد الاولاني يستوي 39 والعدد الثاني يستوي كام بعد التقريب لاقرب عدد كلي؟ 21. فيكون الناتج ايش يا ابطال؟ يكون الناتج عندي هو ايه؟ 18. احسنت يا بطل. السؤال 6، السؤال هو ايه؟ 576 زائد 94 و6 اجزاء من 10. التقريب الافضل في هذا التمرين، الرقم الثاني افضل تقريب له ايه يا بطل؟ احسنت يا بطل، ممتاز. اقرب لاقرب ايه؟ 10. والثاني لازم اقربه لاقرب 10، لان الاولاني لو احنا مثلا قلنا نقربه لاقرب عدد كلي زي الثاني ما ينفع، ما في شيء في الاجزاء منه 10 ولا كده. فلازم ايه؟ ان احنا نقرب لاقرب ايه؟ 10 في العدد الثاني، وفي العدد الاولاني برضه نقرب لاقرب ايه؟ 10. فيستوي العددان بعد التقريب. ها، مين يساعد معايا يا ابطال؟ لو احنا قربنا لاقرب 10، العدد الاولاني، برافو عليك يا بطل، يبقى يساوي كام؟ 580. اما العدد الثاني لما نقربه لاقرب 10 فيستوي، برافو عليك يا بطل، يساوي 90. ويكون ناتج الجمع 670. قدر ناتج الجمع او الطرح. السؤال السابع، 788 و9 اجزاء من 10 ناقص 572. عشان اقدر يا ابطال يعني لازم نقرب تقريب العدد الاولاني والعدد الثاني. افضل شيء لهم في التقريب ايه؟ زي ما شفنا في المثال المحلول يا ابطال. برافو يا بطل، ممتاز. الطالب اللي بيقول لي هنقربها لاقرب 100، فيكون تقريب العدد الاولاني لاقرب 100 كام؟ احسنت يا بطل، ممتاز. لما قرب العدد الاولاني لاقرب 100 تستوي كام؟ برافو عليك، يستوي 800. والعدد الثاني لما نقربه لاقرب 100 يستوي كام؟ برافو، ممتاز، احسنت، يستوي 600. ويكون ناتج الطرح بعد التقريب 200. ممتازين يا ابطال. السؤال الثامن، 418 و5 أجزاء من 10 ناقص 23 و7 أجزاء من 10. في العدد الثاني أفضل تقريب له إيه؟ هيا بطل، أحسنت، نقرب لأقرب 10، يبقى لازم نقرب الأولاني لأقرب 10. طب لما نقرب الأولاني لأقرب 10 يستوي إيه يا أبطال؟ مين معايا؟ مين يشارك معايا؟ أحسنت يا بطل، يستوي إيه؟ 420. والثاني لما نقربه لأقرب 10 يستوي إيه؟ 20. ممتازين يا أبطال. ويكون ناتج الطرح بعد التقريب 400.
قدر ناتج الجمع أو الطرح. السؤال التاسع: 2 صحيح وتسعة أجزاء من 10 زائد 3 صحيح وتسعة أجزاء من 10. من يساعد يا أبطال معايا؟ برافو، أحسنت يا بطل. يبقى كلمة قدر على طول نعمل إيه؟ قرب. العدد الأول نقربه لأقرب إيه؟ أحسنت، برافو عليك، ممتاز. نقرب العدد الأول زي ما الطلاب بيشاركوا معانا لأقرب إيه؟ عدد كلي، والعدد الثاني أيضا لأقرب عدد كلي، فيكون العدد الأول بعد التقريب 3 والعدد الثاني بعد التقريب 4، ويكون ناتج الجمع بعد التقريب 7. السؤال العاشر، 19 صحيح وسبعة من عشرة وستة صحيح وتسعة من عشرة. طيب نقرب العددين يا أبطال، ما بقول لك قدر يبقى نقرب. العدد الثاني نقربه لأقرب إيه؟ أحسنت يا بطل، لأقرب عدد كلي، يبقى لازم نقرب العدد الأولاني لأقرب عدد كلي. فيكون العدد الأول بعد التقريب العدد كلي هو إيه يا بطل؟ أحسنت، ممتاز، هو 20. والعدد الثاني بعد ما قربه لأقرب عدد كلي فيكون كم يا بطل؟ 7، ويكون ناتج الطرح بعد التقريب هو 13. قدر ناتج الجمع أو الطرح. السؤال الحادي عشر، أفضل شيء للتقريب هنا يا أبطال نقرب لإيه؟ برافو، ممتازين، أحسنتم، نقرب كل الأعداد لأقرب عدد كلي، هو هذا التقريب المناسب للأعداد كلها. فالعدد الأول لما نقربه لأقرب عدد كلي يكون كم يا بطل؟ أحسنت، ممتاز، يكون 6. والعدد الثاني لما نقربه لأقرب عدد كلي 2، ممتاز. والعدد الثالث لما نقربه لأقرب عدد كلي، برافو، ممتاز، أحسنت، يكون 2، ويكون ناتج الجمع بعد التقريب هو 10. السؤال الثاني عشر، 8 صحيح وواحد من عشرة، 3 صحيح وسبعة من عشرة، 7 صحيح وتسعة من عشرة. نقرب ازاي يا أبطال؟ برافو عليك، أفضل شيء في التقريب، أحسنتم، التقريب لأقرب عدد كلي، فيكون العدد الأول لما قربه لأقرب عدد كلي هو إيه يا أبطال؟ أحسنت يا بطل، يكون 8، والعدد الثاني بعد ما قربه لأقرب عدد كلي هو 4، والعدد الثالث لما قربه لأقرب عدد كلي، أحسنت يا بطل، هو 8، ويكون ناتج الجمع بعد التقريب، برافو، 20. ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا تقدير ناتج جمع الكسور العشرية بطريقة صحيحة، وتعلمنا تقدير ناتج طرح الكسور العشرية بطريقة صحيحة. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.